La fonctionnalité des services rendus هي خاصية في المنصة ديالنا اللي كتمكن أعضاء الليجان أو لي ممبر دو كوميسيون اكسترن من حساب المستحقات ديال لي سيرفيس ديالهم ومتابعة التسوية ديال هاد المبالغ، كما كتمكن المهندسين المعماريين من تسوية الحسابات ديالهم فيما يخص هاد لي سيرفيس رونج. بالنسبه لي ممبر دو كوميسيون فكيتمكنوا من القيام بالعمليات المتعلقه بلي سيرفيس رونجو من خلال هاد لو مونو سيرفيس اللي كاين في الراس ديال الانترفاس ديالهم، واللي في الداخل ديالو كيلقاو ان مونو سيرفيس رونجو اللي بالدور ديالو كيضمن ثلاثه ديال لي بوتون. لو بوتون الاول هو لو بوتون كالكول مونطون اللي من خلاله كنقدروا نحسبوا المبلغ ديال هاد لو سيرفيس رونجو، بينما لو بوتون الثاني فهو فاليداسيون بايمون اللي من خلاله كناكدوا باللي لارشيتيكت ا بايي هذاك لو مونطون، ou le bouton tilt هو recherche service rendu ou اللي من خلاله كنقدروا نبحثوا على جميع لي سيرفيس روندو اللي مروا من المنصه ديالنا. والان فغادي نشوفوا كل مرحله من هاد المرحلتين على حده، ونبداو بالمرحله ديال كالكول مونطون. اون كليكون سوغ هاد لو بوتون كالكول مونطون فكندخلوا لهاد الانترفاس اللي فيها مجموع الملفات اللي واصلين لهاد المرحله ديال كالكول مونطون، ومن خلال هاد لو بلوك اللي الفوق فكنقدروا نختاروا الملفات اللي بغينا سواء اون اوتيليزون دي مو كلي اولا باستعمال هاد لو فيلتر اللي كاين هنايا. وهنا فكنختاروا الملفات اما بلا ريفيرونس ديال لو دوسيي، لا ريفيرونس دو سيرفيس، لو نون ديال لاركيتيكت. نقدروا ايضا نحددوا ان مونطون مينيمال وان مونطون ماكسيمال. ايضا نقدروا نختاروا الملف ديالنا بلا كاتيجوري ديال لو بروجي، واش بيتي بروجي ولا كرون بروجي، اولا بالاسم ديال لو مومبر، ايضا بلو غيشي اللي تحط فيه هاد لو دوسي، اولا بلو ستاتو ديال هاد لو سيرفيس. وهنايا فهاد لي دوسي كيف ما سبق لينا وشرنا كيكونوا سوا باللون الاصفر، وهنا كيعني بلي ان هاد لو دوسي لي فيرويي بور مو، ويعني انني الشخص الوحيد اللي نقدر ندخل ليه ونكمل فيه لو تريتمون ديالي، اولا كيكونوا باللون الاخضر واللي كيعني بلي هاد لو دوسي ني افيكتي ا بيرسون وبالتالي فنقدر ندخل ليه وندير فيه ان تريتمون، اولا باللون الاحمر وكيعني بلي هاد لو دوسي فيرويي بور كلكان دوتر، يعني ما نقدرش ندخل ليه وما نقدر ندير عليه اي تريتمون. من خلال هاد الانترفاس كالكول تاكس فكنختاروا لو دوسي اللي بغينا، وهنا كندخلوا الانترفاس ديال كالكول سيرفيس رونجو واللي كيكون في الفوق ديالها مجموعه ديال المراحل المتعلقه بهاد لو سيرفيس رونجو، واللي هي كالكول سيرفيس رونجو، كونفيرماسيون بايمون اي ابروباسيون بايمون. وهنايا كيكون عندنا مجموعه من المعلومات حول هذا الملف ديالنا، بحال مثلا هنا كتكون عندنا لا ريفيرونس اونتيير ديال لو دوسي ديالنا واللي كنقدروا ندخلوا ليه بور كونسولتي لو فون ديالو باستعمال هاد ليكون اللي كاينه هنا. هنا كتكون عندنا لا كاتيجوري ديال لو بروجي، واش بيتي بروجي ولا كرون بروجي. هنا ايضا كيكون عندنا لو غيشي ديال هاد لو دوسي. هنا كيكون عندنا الاسم ديال لو مومبر دو كوميسيون، وهنا كيكون عندنا لا ريفيرونس ديال لو سيرفيس، بينما هنا عندنا لو نون ديال لاركيتيكت، وهنا لا دات ديال لا فاليداسيون ديال لا كوميسيون. هنايا كيكون عندنا لو ستاتو ديال هاد لو سيرفيس روندو واللي ايضا كيكون مكتوب عندنا في هذا الجانب على اليسار. وهنا فكيكون عندنا لو مونطون ديال هاد لو سيرفيس روندو، وهنا عندنا صفر فيو كو مازال ما درناش الحساب ديال هاد لو مونطون. اما بالنسبه لهاد لو بلوك الثاني واللي هو بلوك سيرفيس روندو، فمن خلاله يقدر لو مومبر دو كوميسيون يختار ديريكتومون لو ستاتو ديال لو سيرفيس روندو، سواء نون بايي بايي او لا اكزونيري مثلا الا كان هاد لو دوسي ما عنده حتى سيرفيس روندو. و ثم عندنا هنايا لا بارتي موديل تاكس واللي هي عباره عن جدول اللي فيه مجموع ديال لي تاكس بلي تاريفيكاسيون ديالهم. و بالنسبه لو مومبر دو كوميسيون فما عليه الا يدخل لا باز دو كالكول هنايا، وهنا لا بلاتفورم كتقوم بعمليه حسابيه باش تخرج ليه لو توتال ديال هاد ديال هاد لا تاكس. وفي الاخير فكتجمع مجموع الخانات اللي كاينين في لو طابلو باش تعطينا لو مونطون فينال ديال لو سيرفيس روندو ديالنا. هنا ندير ناخذ مثال، ندخلو لا باز دو كالكول هنا باغ اكزومبل 100، وهنا باغ اكزومبل 200، وهنا كيف ما كنشوفو ف كيتخرج لينا النتيجه دو فاسون ايميديات. وهنا بالجمع ديال هاد جوج خانات فكيكون عندنا هنا لو مونطون فينال ديالنا، و ابخي اون كليك سور فاليدي.
En cliquant sur valider, fait qu'on puisse lire l'interface tania ou il y a l'interface de la confirmation du paiement. On a qu'à l'ajouter un le statut de le service rendu jeune qui est qui ou lit en attente de confirmation. Et là, on clique sur confirmation paiement pour confirmer le calcul de le service rendu que nous avons effectué. Amel en faradin choufou l'étape de la validation paiement, il y a une étape qui dit une bed ma l'architecte qui dit l'ouajibed y a les services rendus, qui fait mèchefna, fakan kdron trloul had l'étape, mais le menu service, service rendu, validation paiement, ou na fakan touajdouf had l'interface li fait à l'ensemble de les dossiers li waslin had l'étape de la validation du paiement. Pour aider le compte, par exemple, on a un seul dossier qui fait de l'étape, ou ici, en cliquant sur le dossier, on a l'interface de la validation du paiement, où il fait une entête mouchabéha, l'entête qui est l'interface de calcul montant, sauf que là, on a le statut confirmé. On a le deuxième bloc, c'est le bloc de la validation du paiement, qui nous fait des informations à le paiement, où le montant dialo ou le mode de paiement, l'architecte qui a dit le meubler. Ou là, on a le bloc qui est le bloc validation, où on a le qarar dialo qui soit accepté ou la retourné. Qu'est-ce qu'on fait aslan aidan tarikh dial la date dial le traitement ou aidan qu'est-ce qu'on fait l'isme dial la personne qui a effectué le traitement ou le bloc pour ajouter des notes ou là des observations ou là aussi qu'est-ce qu'on a la main pour télécharger la pièce justificative que l'architecte a attaché à son paiement hnaya nkhsaro la décision dial n'a accepté ou on clique sur valider pour valider le paiement. أما الآن فغادي نتاخدو لافيو ديال ان ريجيسور باش نوضحولوش ديال النقط الأساسية. النقطة الأولى هي أن لي سيرفيس روندو ديال لي مومبر إكسترن فهما كيكونو جينيري أوتوماتيكمون من لا بلاتفورم و لو ريجيسور هنا إل بو فواغ ليتا ديال هاد لي سيرفيس روندو واش كريي أو لا كونفيرمي أو لا لو بايمون أ إيتي فاليدي. و النقطة التانية هي أن لو ريجيسور ما يقدرش يفاليدي ليتاب ديال paiement taxe que si les services rendus l'ouajibet dialhum kent mu'addad bhal mathalan hnaya عندنا les services rendus dial l'agence urbaine de Bni Mellal ne sont pas encore validés yani le paiement hna ad il est créé w bitali en cliquant sur valider bach nvalider l'étape dial paiement taxe ghadi ykon عندنا un retour en forme d'erreur li ketkon عندنا fih qu'on peut pas exécuter cette action. Et on doit vérifier que les services rendus ont été payés.